ازيكم يا مواليد برج الدلو، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الدلو اليوم الجمعة 18 نوفمبر تشرين الثاني 2022. ممكن تكون النهاردة في كثافة هتبقى ممتعة جدا ليك بسبب الشمس في اليوم ده. خليك مستعد النهاردة يا دلو عشان هيبقى في تحالف اكبر هيساعدك علشان تشوف كل اولوياتك بوضوح اكتر مع تحالف الشمس وبلوتو. هيبقى بنستوعب بسعادة كل الافكار اللي عندنا وكل المشاريع اللي احنا بنفكر فيها في الوقت ده، لان الوقت مناسب علشان نركز اكتر علشان نعرف نعيد هيكلة نفسنا وشخصيتنا ومجالنا المهني. هنعيد بنائه بقوة اكبر، هيكون في بحث اكتر، هنعيد تدوير كل افكارنا كل مشاريعنا. حتى لو كان عندنا فوضى ذهنية حادة في شكل من الاشكال في اعمال غير مكتملة عندنا، ممكن تبقى بتمنعنا من اننا نشعر بالوضوح والتركيز ده. النهاردة احنا في وضع مناسب علشان ننظف كل ده على مستويين المادي والنفسي. الوقت حلو جدا علشان نستفيد من الخبرة دي علشان نفيد كل مشاريعنا وكل مهنتنا بشكل واضح. هيبقى من الممكن نعزز سمعتنا افضل من اي وقت كانت عليه قبل كده. هيبقى بتحصل لينا حاجات كتيرة كانت بتقوم عليها خلف كل الكواليس اللي بتحصل والضجة اللي بنبقى فيها في الفترة. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، النهاردة الشمس هتشكل الشمس السداسي لبلوتو، هيخلينا في روح جديدة للتجديد. هنبتدي نسعى من خلالها لتعمق اكبر في كل انشطاتنا وكل اتصالاتنا في اليوم ده. كل ده هيزيد من كل التأثرات دي بمهارة من كل طموحاتنا، هتبقى بتصممنا اكتر وبتفانينا اكتر. ممكن يكون اجزاء كتيرة من جسمنا بتساعدنا علشان نتحسن اكتر في كل شغلنا علشان نعرف نوصل نحو كل اهدافنا الشخصية بشكل ناجح اكتر. هنميل اننا نوجه كل طاقتنا بشكل بناء وندور من خلاله على رؤية جديدة في كل حياتنا في الفترة دي. الوقت النهاردة مناسب علشان نكتشف طرق جديدة نبص بيها على كل المشاكل اللي بتعتبر في حياتنا. هتبتدي نشعر باننا اكتر حيوية وهنستمتع بالشعور ده علشان نتمكن من اننا نناتج الاجراءات اللي فيها تغيرات وتحسنات. هتبتدي تجيب لنا شوية مكافآت في العبور ده، هنستفيد من كل الاستراتيجيات دي، في شوية حريات هنتصرف فيها في الفترة دي. مع برج العذراء طول اليوم ممكن نتعامل مع كل الامور العملية بشكل مرضي اكبر. هنكون حابين نبقى مفيدين منتجين، هيبدو ان عندنا تركيز اكبر على كل التفاصيل اللي بتعتبر افضل طريقة نحقق بيها اي تقدم في حياتنا.